السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله، ويا مرحبا فيكم في برنامجكم أطايب. اليوم نلتقي بمجموعة من الأطباق. اليوم عندنا أطباق وعندنا همة شوي في بعض الشغلات الجميلة اللي كثير من جمهورنا الكريم يسأل عنها. قبل أبو كريم عودنا جزاه الله خير، أحيانا اللي صلى يجلس شوي ويطول، يعني يقرأ له جزئين، وهذا الشهر هو شهر القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم إن شاء الله من يقرأه، من يتدبره، وأن ينفعنا بما فيه يا حي يا قيوم. دقائق، هذا جابو كريم. يقولون السلام عليكم عن طريقه. يا مرحبا يا مرحبا. عبد الرحمن كيف حالك؟ أهلا وسهلا. مبارك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. عساكم خير. يا رب لك الحمد. كيفك الصوم؟ الحمد لله يا رب لك الحمد. أنت وزنت قبل رمضان وأثناء رمضان؟ الوزن؟ الوزن بالنسبة لك الوزن؟ إيه؟ اهم شيء راح تحافظ على وزنك، لازم انت تحرم حالك من كل، مش كل يعني، من جزء من اللي بتحبه. عجيب. اذا بتحب تاكل مثلا البقلاوه والقطايف شهر كريم والقميه القاضي ولا بلح الشام، يعني بدك تاكل خمس حبات هذاك حبتين بس كلها، لا تمنع نفسك. اي كل. نعم. ايوه بس باعتدال. نعم. وبالتالي بتحافظ على وزنك مع ممارسه الرياضه اليوميه اللي او شبه يوميه اللي هي ما هي 30 35 دقيقه. انا والله في رمضان دائما الوزن يزود عندي يعني من 6 من 4 كيلو. المفروض العكس. هذه مشكله، قدر الله ما شاء فعل. اليوم عندنا يبدو اطباق مميزه جدا، معنى اكله كثير من الناس يحبها، ودائما الناس اذا جاء في البوفيهات اول ما ينصون هالاكله، كل اللي يروح لها، وغالية جدا جدا. بس أبو كريم يعطيه العافية كريما على دائما معنا بفضله وكرمه. تسلم. وهي كبسة الربيان. كبسة الربيان، أو لكن عاملين، نحن سبق وعملناها بقطايف كبسة الربيان، لكن اليوم عاملينها بنكهة بهارات مميزة. جميل. وعاملين لها إضافات كمان اكسترا. جميل. خلينا نقول مقاديرها الرئيسية وشي. مقادير طبعا الروبيان، نختار الروبيان. فينا نجيب الروبيان الطازة ونقشره، وفينا نجيب الجاهز اللي هو المجمد. حلو. الأسهل أو المناسب أو المتوفر فينا نجيبه. روبيان. والمجمد يبدو أن سعره بعد أقل. أقل وما بياخذ جهد، تعرف الست برمضان بتحاول تقتصر الوقت، يعني ما بتقعدش ساعتين تقشر الروبيان وتنظفه وتسحب كيس الرمل وتساعد غسله، هذا بتجي جاهز، هذا مكتوب عليه جاهز للطبخ. جميل. بس روبيان وشوية فلفل ملون، فلفل حار طبعا على ذوقك، بتحب تحطه وتحب. جميل. فلفل هذا، بصل، شوية زيت دوار الشمس. دوار الشمس. ورز، وهذا مكون. لكن البهارات الأساسية، البهارات اللي هي نحن بنعتمد عليها، حمرنا الكمون والكزبرة من بعد ما غسلناهم وجففناهم، وبالتالي سحقناهم بعد ما بردوا كلهم مع بعض مع فلفل الأسود. جميل. إن عندنا هالطبخة اليوم، وعندنا كذلك التبولة. أيه. ولا لا؟ التبولة. أيه. التبولة مقاديرها. التبولة قبل، بالنسبة للتبولة أنا ببالي أو بذهني أنه الست أوتوماتيك بتعرف تفرم بقدونس. صح. واليوم رح وصل طريقة. جميل. فرم البقدونس. أيه. بشكل أنه ما تقرط إيديها الست وهي عم تفرم البقدونس. صح. رح ناخذ ضمي أو رزمي أو نصف رزمي من هذا البقدونس. انت غسلتها ونظفتها قبل؟ لا، الان انا بدي افرمها وبعدين اغسلها، هي مغسوله مجففه. أيوة. لكن من الافضل، لانه لو كانت مي بتتخبص. صح. تحت السكين. صح. تغسلها وتجففها وترجع تفرمها وبعدين تعمل اعاده. جميل. غسيل مره ثانيه. بناخذ الان، انت تبي الان تعلمها وشون تنفرم. كيف تنفرم؟ يعني اهم شيء من الضروري نستبعد الشوائب، يعني ورقه صفراء، بعض الاحيان بتكون داخل ورقه، داخل رزمه البقدونس عشبه ما خصها بالبقدونس. صح. لا تؤكل يعني. نعم. بنستبعدها، نعمل لها تشيك بشكل سريع، وبنشيل ورق الصفرة مثل ما قلنا. نعم. لكن لانه الجلوفز بعيق عمليه الفرم رح نزيله. بناخذ مقدار من هذا البقدونس وبنقطع الوسطى والسبابة، بنخليهم
بهذه الطريقه لجوا. جميل. نقطع اول مرحله. حلو. لناخذ بهذه الطريقه وترجعها عليه ونفرم، يعني كل ما نعمل كده نسحب اصبعنا بهذا الشكل. يا سلام يا سلام. طبعا ما نحاول او ما تحاول الست تفرم بسرعه اول ما تبدا بهذه الطريقه، من الاعلى للاسفل، من الاعلى للاسفل. ما له فرامه خاصه اللي هو البقدونس بيخبصها. بيخبصها عجيب. ايه. انا اذكر فيها شغله شفتها في السوق. اي نعم. بتحط انت عليها البصله او ايه. الطماطم وتضغطها ضغطه قويه وتقطعها على طول. ولها دعايات كثيره. لا، البصل ممكن والطماطم ممكن، لكن هيدي اللي شفته انا جربته اول مرتين ثلاثه يفرم لك صح. بعدين تموت السكينه، شفرته بتموت. عجيب. ايوه. يعني ما بس انه مريح جدا 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 مريح، بس ما ينفع للبقدونس. طيب، اذا خلونا ناخذ وياكم فاصل ونرجع وياكم مع ابو كريم وكبسه الربيان المضبوط والزين، وكذلك التبوله، وكيف نصلح ونجمل مائدتنا. دقائق ونرجع وياكم. هذا البرنامج برعايه رز الشعلان، من زمان احباب. قصر الاواني، جهتك الاولى للتسوق. مطاعم ماريز، التفرد بالطعم والمكان. عرف البقدونس كنبتة طبية منذ القدم، وكان عصره الذهبي في الحضارة الإغريقية والرومانية. كشفت الأبحاث العلمية الحديثة عن فوائد جمة تحملها أوراق البقدونس، فهي تحتوي على العديد من المركبات، ومن أهمها مركب الأبيول الذي يساعد في التخفيف من تركيز اليوريا في البول ويستخدم في علاج الملاريا، ومركب الماريسستين الذي ينشط الرحم ويساعده على تنظيم الطمث عند المرأة، وفيوروكومارين وفلافونيدات التي تفيد الدورة الدموية وتعمل كمضادات للأكسدة. ويتوفر الكالسيوم في البقدونس بكميات جيدة تضاهي النسبة الموجودة في مشتقات الحليب التي اشتهرت به، إذ تبين أن نسبة الكالسيوم في الحليب السائل تقدر بنسبة 150 ملغراما في كل 100 سنتيمتر مكعب، بينما يتوفر في البقدونس بنسبة 195 ملغراما، وفيتامين جيم والذي يوجد بنسبة كبيرة تعادل 4 مرات نسبته في الليمون، حيث ان كل 100 جرام من البقدونس تحتوي على 165 ملغراما من فيتامين جيم، وهو اغنى من البرتقال والليمون، كما ان البقدونس من الاعشاب الغنية بالحديد، وهو ايضا ملطف جيد للروائح المنبعثة من الفم، خاصة بعد اكل الثوم واللحوم البيضاء كالاسماك. يحتوي البقدونس على فيتامين ألف المفيد للبصر والطاقة الجنسية، وهو يأتي بعد الجرجير في احتوائه على فيتامين ألف، كما أنه يحتوي على مجموعة فيتامين باء ابتداء بفيتامين B1، B2، B3 وB6. يعد تناول البقدونس بشكل يومي عاملا هاما في مقاومة التجاعيد، فهو يكسب البشرة نضارة وملمسا ناعما، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، ومستخلص أوراق البقدونس يزيل البثور والبقع المنتشرة على الوجه، ويعد البقدونس أيضا من المقبلات المحفزة للشهية. هذا البرنامج برعاية رز الشعلان، من زمان أحباب. قصر الأواني، جهتك الأولى للتسوق. مطاعم ماريز، التفرد بالطعم والمكان. الآن يا أبو كريم، أول شيء نقول حي الله الجمهور الكريم اللي توه ينضم لنا. حطينا البصل وشوحناها مع دوار الشمس. زي دوار الشمس. بصل. ايوه. صح. حطينا البصل. إيه؟ بعدين ضفنا الفلفل الملون اللي هو الاحمر. الاحمر والاخضر. والاخضر. ايوه. والفلفل الحار. إيه؟ بعدين ضفنا الروبيان. الروبيان. ضفنا عصير معجون الطماطم. الطماطم. وضفنا البهارات. نعم. هيك صار عندنا خليط تقريبا شبه
يعني كامل. هون بهذه الطنجره عندنا مرق السمك، مرق الروبيان. مرق عندي كان عندي قشر الروبيان، مش اشرح عنه بشكل بسيط. قشر الروبيان طبعا بعدنا نغسله مضبوط، يبقى الراس والقشر. هيدا في نكهه الروبيان رهيبه، عجيب بسيط من الزيت، بتحمره وبتسلقه وبتاخذ ميته. حلو، راح نضيف هذا المي لفوق هيدي المكونات. يا سلام. حلو ممتاز. الرز اللي قلنا قبل أي. الفاصل ان خمرناه ولا لا او غسلناه؟ بس غسلناه ونقعناه نصف ساعة. نصف ساعة والرز اللي عم نستعمله رز الشعر، لان برضه كمان في معلومة كثير مهمة لانه حدا ما نتجاوزها، لانه لما تغلي هذه الصلصة بدأت او ترتعش رح نشيل 90% من المكونات هذه، منها الفلفل والروبيان، ونخلي 10 و15%. نشخله الشخل؟ نشيله ونخليه على جنب. نشخله ولا ايش؟ يعني بالشخل؟ بلا ما نصفيه يعني. نشخله قصدك نصفيه؟ بهذه. ايوه. قصدك بهذه؟ ايوه. هذه وش هي ابو كريم؟ هذه طال عمرك هذه ودك تصقع بها واحد. لا هي اصلا هذه دقة لحم. بتجينا في احد الطبخات؟ دقة لحم مني، من هون بتدق فيها لحم. ايه؟ من هون بتسحق فيها مثلا بدك ثوم، بتسحق فيها اي شيء، هذا الزنجبيل. حلو. تسحقهم. يعني بالضربة كذا. واذا شو واحد ما سمع منك الكلمة بتخه. تخبط على طول. ايه. اوكي؟ طيب. الآن شوف بدأت ترتعش. حلو. رح نشيل ونصفيها هنا. الرز. هذا نحتفظ فيه على جنب. طيب. مبدئيا. حلو. ونحط هذا فوق منه. وبنجيب الرز. خليت انت شوي. خليت شوي. ايوه لكن هذا بعدين رح انترو فوق الرز بعد ما يطلع. أوه. مع الكزبره زي الكشنه. ايوه بعدين مع الكزبره. مع الكزبره هذا مستوي. انت ما زلت مأجل البطاطس والجزر وتقول سلك سلك الان لما يبدا يغلي هذا الرز يغلي مع الصلصه ويبدا تقريبا يتناقص حجم الصلصه بنضيف البطاطا بتستوي بالكامل، لان هم مطبوخه على البخار نص استوى. هاي البطاطا والجزر بنص استوى الرز بنضيف البطاطا والجزر بيستووا مع بعض. حلو. لانه بده يزود عليه شوي؟ لانه هو على الاخير بس لانه اخذت بدا يرتعش. طيب بدأ ايوه. نعم. نرجع للتبوله. شوف طبق التبوله مثل تقريبا طبق الفتوش. والتبوله معظم مكوناتها صحيه ومفيده، سواء من البقدونس غني بالفيتامين الحديد، عصير الرمان او دبس الرمان، الليمون بفيتامين سي، يعني معظم مكوناتها مفيده، بالاضافه الى البرغل. جميل. كثير من الناس احيانا ما يتقبل انه ياكل البقدونس مع السلطه يعني لوحده. فمثل الشغله هذه التبوله يعني 100% بياكلها. التبوله لانه 70% من مكونات شيء اسمه تبوله بقدونس. بقدونس صح. هي عباره عن بقدونس مفروم. راح نضيف الان شو ضفت الله؟ إذا بتجربها الست رح تكسب نكهة كثير مميزة. هذا الليمون أخذنا جزء الخارجي قشرة الصفرة. حلو. من اللي حبة الليمون. أيوه. وفرمناها فرمنا، عم ناخذ من تقريبا لثلاث ضمات من البقدونس أو أربع ضمات، رح ناخذ مقدار ملعقتين من الليمون. حبة صغيرة من فلفل الحلو، الفلفل الرومي. حلو. فرمناه ناعم. رح نضيفه لفوق. البصل وكذلك البصل. البصل في بعض الناس يحط كزبره معها. لا ابدا ما تحط ابدا. ما تزبط. ما تزبط ابدا ابدا. ما ودي كل واحد يحاسي. طيب هون ونحط الطماطم، نخلي شوي لنزين فيها اللي قال. وهذا عصير الليمون. ايوه هذا عصير الليمون. وزيت الزيتون اكيد، ولازم زيت الزيتون. ونجيب البرغل. والبرغل كم نقعناه؟ البرغل ما بدي انقعه. ليش؟ يغسل بس على طول؟ لا بدي يشرب، بدي يشرب نكهة الليمون. عجيب. أيوة. واو يا هي آية ما شاء الله تبارك الله. أنت أولادك يا أبو كريم. نعم. يطبخون هم من أنفسهم؟ لو أنت عندك ولدين وبنت ولا بنتين وولد؟ عندي ثلاث شباب وبنت. ما شاء الله. أحد منهم يطبخ؟ لا بس عندي البنت ما شاء الله تحب الطبخ. ما شاء الله تحب. عندها هوايه يعني. هوايه. جميل. نحط البرغل. احنا ما غسلتها ولا شيء. لا 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 ابدا ابدا. ليه ما غسلتها؟ ليش؟ لما تغسلها انت شربت من ميه الغسيل. ايه انا ما بدي اشرب ميه الغسيل، بدي تشرب من زيت الزيتون والليمون ودبس الرمان اللي حنضيفه. شوف نضيف زيت الزيتون. في بعض الناس خليها بارده شوي. شيء التبوله لازم تكون بارده. لازم
يعني لا ان هي مثلا يطبخها يقطعها ويخليها في الثلاجة تقعد لها 4 ساعات 5 ساعات تحس انها شاربة قوية. لا 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 كل دي بعد لا. مش مضبوطة. لكن تخليها بارده كيف يعني تغسل الخضرة تفرمها وتحطها بالثلاجة وكله يكون بارد مسقع. حريجي بتجبلها تكون تطلع بارد 100%. يا سلام. الآن شو عندك هناك؟ عندك خس؟ عندي خس بالقاطع الثاني هناك. ايه عندي خس. عندك خس ولا عندك ايش؟ عندي خس وعندي نعناع. اذا في خس بكون منظف جاهز. اعطينا حبة خس لك شو بنعمل؟ اغسله؟ مغسول. هو مغسول. حلو. الآن شو رأيك أنت تقوم بهذه المهمة اللي هي التالي؟ توزع حبة الخس. انشره نشر. يعني كده ورقة من هون ورقة من هون ورقة من هون ظبطهم هيك. هذا عدل بث كده. إيه بس تكون على شوي قصير هيك كده. يعني أقص اللي من هنا. وين السكينة؟ أو فيك تعمل أنا لك عمل. أنا بقول لك علمك على شغلة كثير سهلة وعارف كنا عم نمر فيها بقدونس ما في مشكلة. ناخذ ورقة الخس. ماشي؟ إيه. كده تقطعها من هنا كده ومن هنا كده صارت بشكل 7. اوكي حطها هون هاي. نستمر هذا الشكل كذلك هذا الطرف. طيب خلينا نقسمها هذه باقي وحده بنفس الطول بنفس الطريقه. طيب الاكله التبوله اكله شاميه ولا لا؟ والله فيك تقول شاميه فيك تقول لبنانيه فيك تقول اي شيء لكن انت فيها في الجوانب ولا فيها على طول؟ لا الان نحط طبوله بعدين عمليه غرزها بتجلس معنا. خلي بس هون جبت ملعقه جبت ملعقه جبتها؟ ايوه ايه ممتاز خلي يلا بسم الله. الان شو بنعمل؟ بدات تغلي هون اللي هو الصلصه مع الرز راح نضيف الى البطاطا والجزر المسلوق اللي قلته نصه استوى. ايوه تمام وبنرجع بنغطيهم لا يستووا بالكامل. كفايه يا ابو كريم ولا نزود شوي؟ قد ما بدك انت فكرك تخليني هذيك تاخذها معك على البيت. انا لا 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 ها انا باخذها كلها للبيت. بس بس كلها بس ايه بسم الله حلو. احط عليه شوي طماط. ايوه هنا الطماط بخليته خلينا هنيك شويه هنا شويه هنا على ذوقك. صح ابشر. بعدين ما ايوه لا تنسى ترى في طلب من الجمهور يقول نبغى نعرف وشلون ابو كريم يعني يعطينا شيء جديد اليوم في قضيه التزيين يلا. وفي زين لا بدنا بيمدينا بس انا حبيت اعطيك خبر عشان ما تنسانا. بس ان شاء الله لا تنسانا نقدم نوع او اكثر. انت العاده وانت تطبخ تحب تسمع شيء يعني في المطبخ ولا في بعض الناس يحط سماعات في اذنيه ويروق شوي؟ والله لك فعلا هالنوع ولا يعني بعض الاحيان ولا السواليف تاخذ احيانا صرت تطبخ ومعك اذا كان السواليف يعني من تقطع الوقت مفيده تنسجم معها وبالتالي ما بتلهيك ممكن هي تسمع سواليف تسمع قران كريم تسمع احاديث تسمع. انا على طول عندي مثلا بالسياره اذاعه نداء الاسلام نداء الاسلام على طول كثير لانه طلعت نص ساعه تاخذ معلومات. صح صح اكيد. اذا خلونا ناخذ فاصل ونرجع وياكم ان شاء الله ونكمل التبوله ونكمل الكبسه بالربيان ونشوف بعض اللمسات الفنيه من ابو كريم. فاصل ونواصل. هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان
تزوج. من يومنا كل واحد فينا يحب يحس بقرب الثاني. من يومنا نقدر الأيام الحلوة ونستمتع بلذتها. واليومنا نخلي كل لحظة تجمعنا بجواء كلها محبة، وتردنا الأوقات عشقنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان من زمان أحباب. نعم، قصر واحد فيه أكثر من 50,000 منتج. نعم، قصر واحد على مساحة 5,000 متر مربع. نعم، قصر واحد لكل احتياجات المنزل. نعم، هو قصر الأواني. إحدى شركات إبراهيم محمد السيف. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز، الرياض، طريق الملك عبد الله أمام صحارى مول. www.mariz.com.sa. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. يا هلا يا هلا، حياكم الله، يا مرحبا فيكم في برنامجكم أطايب. اللي قايل نصور هالبرنامج في رمضان عز الله ما أحسن لي. إحنا روايح زينة وهنا طبخات زينة، ودنا نذوق، ودنا ودنا، لكن يلا الحمد لله. تتعذب يعني؟ والله يا أخي عقوبة. طيب، إنه بقى معنا تقريبا 6 دقائق الآن، فبنعيد بس المكونات. هذا بشكل سريع هي المكونات. طبعا الرز هذا أساسي، فلفل ملون لو أخضر وأصفر وأحمر، بصل زي دوار الشمس، البهارات، البطاطس والجزر، معجون الطماطم حلو بالإضافة للبهارات شيء مهم، كذلك طبعا الملح حسب الرغبة أو حسب الذوق. جميل. والمرق أهم شيء كمان، عنصر أساسي اللي هو مرق سلق قشر الروبيان. يا سلام. نعم. يا سلام. طيب، والتبوله شبه ان خلصناها الان، جينا في تصليحات اني بذوقك. بس هذه نص حبه بطيخ انت قشرتها، قشرناها، وبالتالي راح ابدا فيها من هذا الطرف وبرمها ناحيه حلو. المشاهد لحتى اتمكن وصل المعلومه بشكل جيد. جميل. عندنا نص حبه بطيخ، اخذين بعين الاعتبار اي جزء يؤكل من حوله لعصير او بناكله وما بنكبه، هذا اهم شيء. قطعنا بهذه الطريقه، ملاحظين من هون اذا تاخذ الكاميرا، نقطع جنبه. حلو، انا بفسر يدي، ما ترى اليوم ان عازمين انا وياك مجموعه من الشباب يعزون علينا. ابشر ولا لا؟ ابشر. طيب، في واحد يعز علينا ودائما نذكره بالخير، اخونا وحبيبنا ابو احمد ولا لا؟ حبيب ابنا ابو احمد السيسي. السيسي يسلم لي. اشرف السيسي. طيب، اليوم نعازمينك يا ابو احمد، زين؟ الله يبارك فيك. على كل شيء قل لهم العيال. طبعا ابو احمد ان مخرجنا وحبيبنا، ام احمد ما شاء الله تطبخ كشري لا يعلى عليه. مره من المرات ان كنا في برنامج الساريه وطبخت لنا بيض الله وجهه، اذا كانت تشوف الحلقه يعني، ليه قالوا الكشري المصري هو الكشري المصري اللي طبخته ما شاء الله. يعني مضبط ومرتب ومن احسن ما يكون. نبي بس واحد ثاني، نقعدين نمدح مو بالله. نبي سحور بس خلاص، انك تاكل الاكلة جاهزة هذا شيء ثاني ما شاء الله. خلاص خلاص يا بابا، اعمل حسابي خلاص. هي يقول في مصر، يقول في مصر بتجي. شوفوا ما بده بعده، ما وده يقول كذا. فكانت تسمعين يا ام احمد، خلاص وعد كشري قدام الهواء عند الناس كلهم. شايف التوفيق ذي يا ابو احمد؟ طيب،
ما زال ابو كريم ما شاء الله فنيات اللي متعودين عليها. لما صور واسع بتوصل الطريقه بشكل واضح. جميل. انت يبدو ان مو باي سكينه تنفع معنا، لازم السكينه تكون حاده ودقيقه شوي. السكينه حاده اهم شيء. ويبيلها ترويقه، ولا عندك ضغط عمل ولا ضغط يعني معازيم ولا الوقت ضيق؟ لا ما بتضيق، هذا بس 3-4 دقائق. انا اقصد نصيحه للي بيصلحها، اذا ما كان هو مروق نفسيا بده يكون عنده رغبه. لابد. اكيد. الله وش هذه دائما نشوفها احيانا في البوفيهات ولا لا؟ اي نعم. لك على فكره يعني كونك انت ما عم تتلف النعمه وعم تستعملها أكيد. كل أكيد. من كل النواحي، حتى البواقي اللي عنده مثلا ممكن تكون عصير، ممكن تكون اي نعم سلطه فواكه مثل ما عملنا باحدى الحلقات، تحولها تعصرها وتحولها جلي. عجيب. نعم صح. بالتالي الان طلعت الريحه. طلعت وش الريحه ما شاء الله تبارك الله. انا بكمل معك شكل البرنامج في شوال وذو القعده. والله شيء شرف وذو الحجه، ما يحتاج شيء يشرفني هذا يا ابو عبد الرحمن. الله يبارك فيك. اذا بس أنا... شيء ما تحت الموقع ولا بتقطع لنا رزق. لا 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 علمنا على الصغار. تذكر مره استضفنا ناس على طول جو قدموا بدالنا؟ ايه على طول شباب جو عندنا، الناس بيشوفونهم ان شاء الله. احنا عندنا مثل مرادف لهذه، انت شو قلت المثل؟ علمناهم على الطراره سبقونا على البيبان. نحن نقول نفس الشيء، اطراره يعني شحاده. شحاته. نحن نقول علمناهم على الشحيده سبقونا على البويب. ايوه. لا بس انت ما حد يسبقك ما شاء الله. تسلم. ما يحتاج ابو كريم يعني من يوم عرفناه. ايوه بسم الله. ابو كريم ما لا لا هذيك اكله رهيبه. شيء مو طبيعي. شفت الفلفل بس شكله. الفلفل الان في ما بده مثلا يطلع الاكل كثير حار، يسحبه الان بهذه المرحله ويحطه على جنب ويتناوله مع الرز. وقلنا في المعلوميه ما كسرنا الفلفل. لا لو كسرناه بيطلع فعلا الطبخه كلها سبايسي. صحيح. صح. لا اله الا الله، استغفر الله. اذكر المشاهدين ان في كل حلقه عندنا سؤال، السؤال هذا عليه 1000 ريال عن طريق الانستغرام تويتر البرنامج. بيجيكم سؤال من الكلام اللي ذكرته او ذكره ابو كريم، ركزوا معنا فيه، بيجي السؤال ويكون سحب على واحد من المتصلين باذن الله عز وجل، يكون له هو الفائز 30,000 ريال. وان شاء الله بنستمر معكم باذن الله في شوال، نقول ان شاء الله باذن الله عز وجل باذن الله. الوقت راح علينا بسرعه، وان حلقتنا اليوم ما فيها ضيوف ولا شيء. الحقيقه نحن بودنا كان نقدم كل يوم نوع من، لانه رغبه بعض او معظم المشاهدين بيطلبوا منا نقدم بكل حلقه نوع مختلف من الديكور او الزينه او اتيكيت تعليم. طيب. لان اليوم منا بقادرين هذا، لما معنا الا دقيقه الان واحده بس. إيه خلينا نحط الان بهذه المرحله شو بنعمل؟ أيوه. بدا تقريبا الرز يجف، نقلبه بشكل خفيف شوي خفيف، ومنضيف شو بنعمل؟ منضيف اللي ايوه ما شاء الله عليك. خلص بدك تسبقني. لا 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 ماني بسابقك ولا شيء، انا بسبق في الاكل. هي انا جاي بس انا عندي مشكله، دخلت في نادي من 3 سنوات على اللي انحف. لا بس بطنك كويس. لا لا مو بالبطن، انا شاده حطم مشد. وين رايح؟ لا لا في حوسه تحت. دخلت في النادي على اني بسوي حميه، زدت 9 كيلو. جيت عندك الحين الله يستر ما ادري شو بزود. لا لا احنا بالله خلي وزنك معتدل باذن الله. وهذه البطيخه بتاخذها هديه للاهل جنبها. ما يبشر الله يبيض وجهك. اذا ختمنا الان، نقول سعدنا جدا جدا اليوم مع هالطبخه اللذيذه الجميله، ونقول يا ربي لك الحمد ولك الفضل ولك الشكر، ان العبد لي يعني يحمد الله عز وجل عندما يقول الحمد لله والشكر لله في أكله في شربه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته وعلى محبته، وأن نكون قدمنا معلومة بسيطة سهلة خفيفة مع حبيبنا وتاج روسنا أبو كريم. تسلم. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أبو كريم بيودعكم على طريقه. نشوفكم على خير مشاهدين الكرام، ودائما الحقيقة بيسعدنا نلتقي فيكم سواء بشهر الكريم وبعد شهر الكريم وقبل شهر الكريم، وبنأمل نكون عم نقدم شيء ينال رضا أكبر عدد منكم. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.